يلا بينا يا بنات عشان نجهز للعيد ونفتح المناطق الحساسة. منطقة ما بين الفخذين النهاردة جايبالك ماسك تحفة جدا، هيزيل السواد اللي ما بين الفخذين وكمان تحت الإبط، ده غير انه هيخلي ريحتك تحفة جدا جدا. اول حاجة بقى هبدأ اعملها، انا معايا هنا الليمونة دي، الليمونة دي هبدأ اقطعها يعني زي شرايح كده في الطاسة بتاعتي دي اهو بالشكل ده. طبعا لو قبلك بذر ممكن تشيليه كده اهو، هبدأ اقطعها شرايح رفيعة كده بالشكل ده، وهبدأ اضيف بقى عليها معلقة من الخل، خل الطعام معلقة واحدة كفاية قوي تمام، وهنضيف يعني زي ايه ربع كوباية مية مش كتير، دي نص كوباية هاخد منها بس ايه نصها اهو، وهبدأ أرفعها على النار أسيبها تغلي لحد ما الليمون ده يستوى معايا. أنا عايزة الليمونة دي تستوى وتتهرى جدا جدا بعد ما سويها. بصوا حبيبي بعد ما سويتها واتسلقت وهرتها جامد جدا، ضربتها في الكب أو في الخلاط زي ما انتوا شايفين أهو، هبدأ بقى أخد الليمونة كده اللي أنا سلقتها بالشكل ده. بصوا أهو بعد كده بقى هبدأ أضيف إيه على الخلطة بتاعتي دي، هنضيف النشا. طبعا مفيش بيت مفهوش نشا يا حبايب قلبي، اهو معلقه كبيره كده من النشا، وهاخد كمان معلقه صغننه كمان كده، وهبدا بقى اخلط بالشكل ده عشان القوام معايا يبقى زي الكريم اهو. هنقلب تاني بالشكل ده، ودي بقى الخلطة اللي انا هستخدمها، بس هستخدمها بعد التقشير. ايه هو التقشير بقى؟ التقشير ده هعمله معاكم دلوقتي حالا، وهقولك برضو ازاي هستخدم الطريقة دي. هعمل تقشير للمكان اللي انا عايزة افتحه، لازم نعمل تقشير للمكان ده ونقشر الجلد الميت كمان عشان الاسمرار يقل معانا. هيبقى معايا هنا اول حاجة، معايا هنا السكر، هاخد منه طبعا مفيش بيت مفهوش سكر، هاخد منه معلقتين كبار كده من السكر اهو تمام، ولو عندك مية ورد استخدمي مية الورد، لو انت يعني جلدك حساس ما عندكيش استخدمي الخل الابيض عادي جدا. بصوا دي مية ورد، انا بستخدم الخل الابيض لانه بيديني نتيجة احلى جدا، لو انت يعني الخل عادي بالنسبة لك استخدمي الخل، ما عندكيش خل استخدمي مية الورد. هاخد معلقة كده كبيرة اهو، هقلب بس السكر فيها كده، والتقشير ده هيكون بايه؟ هيكون معايا هنا ليمونه زي ما انتم شايفين كده، الليمونه دي هبدا اقسمها اتنين تمام، وهيكون التقشير بقى بالطريقه دي. اول حاجه همسك الليمونه كده وهبدا اجيب، ثواني بقى معايا عشان ايه نعمل الطريقه صح. معايا هنا انا مثلا هعمل تقشير على ايديا دلوقتي، انت عايزه تعمليها على المنطقه الحساسه، هتعملي ايه بقى؟ هتجيبي الليمونه وهتبداي بس كده على الناشف تبلي المكان اللي انت عايزه تعملي فيه تقشير تمام. دي اول حاجه اهو، بصوا انا بليت مثلا ايدي اهي. بعد كده بقى انا معايا هنا النشا او المايوزين الكورن فلاور زي ما بنسميه، وهنيجي نرش كده على المنطقه الحساسه تمام. عملنا ايه؟ رشينا النشا اهو، بس لازم ندعك بالليمونه الاول. بعد ما رشينا بالنشا كده اهو زي ما انت شايفه كده، هرجع بقى للليمونه بتاعتي تاني وابدا ادعك بقى كده كده تمام اهو. دي اول حاجه، بعد ما دعكت كده بالليمونه بالنشا يعني تابع معايا بالظبط عشان تديكي نتيجه كويسه وتديكي تبييض حلو جدا، ده غير انها ريحتها بتبقى جميله. هناخد بقى السكر بتاعنا كده اهو، وده هيبقى التقشير بيه، هنحط كده ونعمل تقشير بالطريقة دي. بصوا يا بنات شايفين يعني بجد تحفة اهو، انا عملتها على ايدي اهو قدامكم وهتشوفوا النتيجة تحفة جدا. ده التقشير. طيب بالنسبة للكريم بقى اللي انا هعمله، طبعا بتقعدي تفركي كده يعني ايه 5 أو 10 دقايق، اقسم بالله هتشوفي نفسك تحفة والسواد هيتشال بكل سهولة اللي ما بين الفخذين تمام. بعد ما غسلت ايديا بقى نجيب بقى الايه الخلطة بتاعتنا اللي احنا جهزناها دي بعد ما عملنا التقشير. هبدأ بقى اخد الخلطة بتاعتي دي وابدأ ادهن بيها برضو المكان، يعني انا هنا الطبق ده بتاعي مكان ما انا عملت التقشير، هبدأ بقى اخد كده اهو
وهبدأ عند المنطقة الحساسة، اخد كده بصوا واحط وادعك بالشكل ده اهو. الخلطة دي بقى تنفع لما بين الفخدين، تنفع عند تحت الإبط، لإيدك، لكوع، للركب، أي مكان فيه اسمرار وانت عايزة تفتحيه. بصي تحفة تحفة بجد رهيبة، وهتجيب معاكي نتيجة حلوة قوي قوي في التفتيح. اعمليها مرتين ثلاثة من دلوقتي لحد العيد، هتشوفي نفسك كده هتبقي شمعة فلة كده منورة. يا رب تستفادوا بالفيديو بتاع النهاردة، الوصفة حلوة جدا، والكمية اللي هتتبقى منك هتقدري تعينيها في التلاجة وتشيليها، مش هيجروا لها أي حاجة، ممكن تستخدميها لحد 3-4 أيام، وإن شاء الله هتجيب معاكي نتيجة كويسة. حبايبي شجعوني بقى باللايك، وعايزة كومنت حلو منكم. انتظروني في فيديو جديد مع جيجي، كل حياتي، باي باي.